السلام عليكم، توريت عبد الجبار، رئيس محترف مسرح أسيف بأسفي. طبعا محترف مسرح أسيف يعني هو الجمعية الوحيدة اللي من مدينة أسفي اللي شاركت في مسابقة ديال الدعم الاستثنائي اللي أعلنت على وزارة الثقافة. كنت فاجئ أننا وضعنا الملف ديالنا كامل، احترمنا دفتر التحملات بشكل كبير. كنت فاجئ أن منين خرج الدعم وحنا في جهة ديال مراكش أسفي أننا تقصينا بطرق يعني ملتوية، بطرق يعني كنشكو حنا في اللجنة ديال الدعم، يعني اللجنة المكونة اللي كونتها الوزارة، حنا كنتفاجئوا انها تقصينا. الجهة ديال مراكش أسفي كتستافد ب 16 فرقة اللي استافدت، في حين ان أسفي في الجهة لم تستافد، وكأن مراكش هي التي تمثل الجهة بأكملها. بالإضافة إلى أننا درنا إحصائيات لقينا أن 42 جمعية اللي استفدت بعروض يعني بنفس العروض، بحيث بأن في دفتر التحملات كيقول لك بأن العروض ما يكونش سبق لها أنها تعرضت، وتعطى واحد امتياز للجمعيات، تعطى امتياز للجمعيات التي لم تستفيد من الدعم، في حين احنا كنلقاو في اللائحة أن واحد مجموعة ديال 42 جمعية اللي استفدت، وخاصة مراكش فيها 16 جمعية استفد منها، 6 الجمعيات اللي استفدت من مرتين يعني ولا 3 ديال المرات بنفس العروض. يعني أنا كيبان لي أنا ما كاينش إبداع، ما كاينش، ونفس العروض كتعرض يعني في الدعم، يعني هناك كاين شي خلل يعني في كاين واحد الخلل في التعامل ديال هاد الفروق. وانا تنوجه يعني احنا درنا واحد تظلم للسيد الوزير ديال الثقافه، ودرنا طعن للجنه اللي سهرت على هاد العمليه. وشكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.